تشير اخر تطورات الوضع الميداني باثيوبيا عن سيطره الجيش على 15 بلده تتوزع على اربع جبهات استراتيجيه. المتحدث باسم الحكومه الاثيوبيه اعلن الاربعاء ان قوات الجيش استعادت منطقه جشان اربيت التي تعتبر مركز عبور لاربع مناطق اخرى هامه في القتال الدائر بين الجيش وجبهه تحرير تيغراي منذ اشهر. واضاف المتحدث باسم الحكومه ان الجيش مع القوات الخاصه لاقليم امهره. تمكنوا من كسر الدفاعات والخنادق المسلحة لجبهة تحرير تيغراي بمنطقة غاشانا أربيت والسيطرة عليها تماما مع الاستحواذ على أسلحة متنوعة ودبابات ويحرز الجيش تقدما في الساعات الأخيرة بسيطرة على مناطق حساسة وإيقاف زحف مسلحي الجبهة نحو العاصمة بحشد الدعم المادي والمعنوي لأفراد قواته لأعادة الاستقرار والأمن للبلاد ووسط استمرار المعارك وفي تطور لافت عقد وزير الخارجيه الاثيوبي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الصيني وانغي الذي يقوم بزياره الى اديس ابابا اكد خلالها ثقته ودعمه لحكومه رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ورفض بلاده التدخل في الشؤون الداخليه لاثيوبيا الصين تقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا باعتبار الإثيوبيين لديهم الحكمة في حل مشاكلهم الداخلية وتحقيق الاستقرار. ورحب وزير الخارجية الإثيوبي بما وصفه بالصداقة الثابتة مع الصين مبديا تقديره لالتزام بكين القوي بسيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها.